محمد الخامس في كازابلانكا. الأجواء كانت رائعة مميزة على أرضية الميدان، وحوار بألوان المتعة في المدرجات. القمة وفت بكل الوعود، والتعادل الإيجابي هدفان مقابل هدفين أكبر عناوين هذا الاصطدام ما بين الوداد واتحاد طنجة. في قمة شهدت حضورا جماهيريا استثنائيا، الوداد يستضيف اتحاد طنجة، مواجهة قوية تجمع الوداد الذي يطمح لمواصلة سلسلة انتصاراته المتتالية باتحاد طنجة، والذي يحقق انطلاقة جيدة خلال هذا الموسم قادما من دور الدرجة الثانية. مواجهة بين توشاك وعبد الحق بن شيخة، والعين على تحقيق نقاط الفوز. على عكس توقعات، اتحاد طنجة كان صاحب المبادرة موقعا هدف التقدم رفيق عبد الصمد من ضربة حرة مباشرة يضع الضيوف في المقدمة وسط فرحة جماهيرية كبيرة للآلاف من أنصار فريق الشمال المغربي حامل اللقب، رغم بكامل ثقله على شباك الفريق الأزرق، ليتمكن رشيد حسني من تدوين هدف التعادل في الدقيقة 23 من ضربة حرة غلطت دفاع وحارس اتحاد طنجة. الوداد يواصل الضغط ليوقع المدافع مرتضى فال هدف التقدم بعد 4 دقائق على الهدف الأول. فال يستغل تمريرة رشيد حسني المتألق موقعا هدفا رائعا مسعدا أنصار وداد الأمة، ولينتهي الشوط الأول مثيرا وبتقدم ودادي صغير. بالنسبه لفريق الوداد البيضاوي، اي مقابله تتكون في الملعب ديالو او خارج الملعب الا واخا تكون قويه. اللاعبين الحمد لله قاموا بواحد المجهود الحمد لله اللي تيستحسنوا جميع المتتبعين. المقابله دازت فواحد الروح رياضيه، هذا هو المهم. نتمنى ان شاء الله المقابله الجايه ان شاء الله نعوضوا هاد الجنوقات اللي ضاعوا لنا في الملعب ديالنا. الشوط الثاني ينطلق وتوشاك لم يهدأ له بال، وكأنه كان يتوقع عودة الضيوف. آخر دقيقة من الوقت الأصلي، اتحاد طنجة يوقع هدفا قاتلا بأقدم بريس أونا، مانحا نقطة ثمينة للضيوف من أرض الوداد. هذه النتيجة يعني تتأكد بأن فريق اتحاد طنجة هذا الموسم يعني غادي يحاول باش يقدم واحد الأداء في المستوى، ولما لا إن شاء الله يعني هذا الموسم هذا نحتلوا مراكز الثانية ولا الثالثة، لما لا إن شاء الله البطولة إن شاء الله. تعادل ثمين يمنح نادي الشمال المركز الثاني لينال الإشادة، فيما يبدو أن الوداد سيطمح لاستعادة طعم الانتصارات قريبا. اسمع رشبين سبورتس، الدار البيضاء.